مش رايك في الناس اللي يديروا عمليه التجميل؟ اسكو انت معاهم ولا ضدهم؟ انا ضدهم باسكو يما اختي مكاش اللي يديرها هذو العمليات التجميل وكاع شغل ماشي الاخرى ماشي لازم بيديروهم فهمتني هذه هي سما الناس اللي يديروا عمليات التجميل انت ضدهم خطا مرضى تشكل بزاف والله مرض كبير هذا بالنسبه للناس اللي مثلا تكون عندهم تشوهات خلقيه ولا دي سيكاتريس ولا اسكو هذو زعما يسمح لهم انهم يديروا عمليه تجميل سما يقدروا يديروا عمليه تجميل من وجهه نظرك ولا لا يقدروا يديروا عمليه تجميل هذو باسكو لافونير تاعها بتزوج مانيش عارف انا فهمتني والاخرين لا شو كيما خلقها ربي كيما تبقى نورمال عادي شو ما تبدلش وجهها